لكم هذا البرنامج برعاية إكسترا بن حمادي. السلام عليكم أعزائي، وش راكم؟ لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. اليوم راح نقدم لكم سي تري فاسيل، انا بو سي تري فاسيل، ان شاء الله تجيكم نتوما كاع سهله. يعني فيها دو زيتاب، عندك العجينه العجينه المسكره، وعندنا اون كريم فرانجيبان اللي هي كريمه اللوز. نروحوا للمقادير تاع لاباط، لاباط سكري. عندنا 125 غرام تاع زبده، 125 غرام تاع سكر، عندنا سكر ناعم بيان سور، حبه بيض، نديرو لها زيت دو سيترون و ان بو دو فاني و نطموها بلا فارين. اوكي، نروحو ديريكتومون للعجينه. عندنا توجور الكريماج، عندنا لا مارغارين ولا الزبده. نعود برك المقادير 125. عندنا سكر ناعم، تكون مول ولا بارد على جوستمون، خرجوها من قبل، تكون حراره الغرفه كما نقولوا، لا تمبيراتور امبيون. عندنا سكر غلاس، نزيد زوج ملاعق كبار تاع زيت، علاش زدنا هذا الزيت؟ باش هذاك لو كروستيون تاع لاباط، فهمت، ما تجيكش طريه بزاف، الزيت يعطينا ان كروستيون لاباط. اوكي، درنا لو بور مع لو سكر مع لي زو، لان كوم اون كريم. اوكي، هنا باش ندير لا فارين نستعمل لو كا، ما نقدرش نستعمل لو فوي. بسم الله، نشوفوا هنا لافارين ا ببري تدخلنا، عندنا 125 دخلنا دو 250 حتى ل 300، سا ديبون توجور. نقول لكم لو طو ديميديتي تاع لافارين، دي فوا تكون شمخه، دي فوا تكون سك. اوكي، لاباط كيفاش تولي؟ لازمنا لاباط ما تكونش يابسه وما تكونش كانا جاريه بزاف، تكون ا بو مول طريه، توجور نديرها طريه ونخليها في الثلاجه. نخلوها شويه طري يعني باش تشد لكم في الثلاجه. جست تنطم نحبسو، جست نطم، تقدري ما تشديها بيدك خير، دخل يعني الفرينه الاخرى الاخرى بليتو، ندخلها بيان بيدي. واحد 300 غرام هكاك شاب، قلت كتدخلوا واحد 250 حتى 300، سا ديبون لا غروسور دي زو، فوالا تكون كبيره تدخل لك بلوس كو 250. فوالا شوف شحال طريه، خليها هكذايا. اوكي، ديرها في فيلم اليمونتير. شاف مقبل شفنا كدرتي لو زيت دو سيترون ولا ما كاش عندنا، نقدروا نديروا لورانج في هذه؟ نو، هنا لازم لها السيترون باش يجيكم ان تري بون كو مع اللوز، سي لو سيترون يجيك اورانج، تعطي لها تبدل لها كاع لو كو تاعها لهاد لا روسيت.
دو بريفيرونس سي تاع القارص. سينو لا فاني تكفي الا ما كانش. نو لا بات ما عندك حاجه لا بات تقدري ديري غير لا فاني بصح على لا كريم دامون تعطي ان تري بون غو. كاين يدير ما يديرولهاش بصح كي ديرها بسيترون انا كي نديرها بسيترون ما نقدرش نديرها بلا سيترون خلاص والف تاع داك لوغو. يعطيكم البنه وبعد قولوا لي واش هي. انا ما نقولهاش كي تذوقوهم قولوا لي واش هي هذيك البنه اللي يعطيها. هيا وحده فيكم دير هذه في الثلاجه وتجيب لي. ولا بات هي شايده روحها بيان. انا جيني سهله انا ما نحلها ما والو لا بات. هذه هي الطريقه تاعي تاع شو تجيكم بلو فاسيل. فوالا toujours il faut mou les gars les moules ta comme تحطوهم avec la préparation تاع la crème d'amande très facile. عندنا لو بور ها جي نعاونك بيان سور. وحده برك تجيب لي اون كاسرول باش نذوبو الزبده pour la crème d'amande. عندكم الموس toujours هكذا شوفي ديري غير بالموس هكذايا ليكسيدون اي سي بون الطريقه. اوكي حاجه وحده قلنا ذوبوا الزبده تاعنا هي منا تشوفي قسمه تذوب الزبده عاودي رديها للثلاجه. الوغ كي تذوب الزبده عندنا نجيبو ان ريسيبيون فوالا وما تذوبوهاش كاريمو داكور هكذا كيما كنتو تشوفو نعمل الزبده. علاش ما نذوبوهاش كومبليتوم باش تعاوننا كي تدخل شوف دوك تشوفي باش تولي كوم اون كريم داكور. اوكي ما تجيش ليكيد بزاف فوالا ندير السكر شوفي دوك غير نرمي دوك تشوفي كيفاش تولي لي كوم اون كريم تشد روحها ديالها فوالا. شوفو مليح كيفاش عندي ثلاثة حبات بيض بصح ما نديرهمش كامله لا ماما ندير زوج سا دي بون لا غروسور توجور نقول لكم سا دي زوج نديرهم سور. نبدا بحبه حبه بحبه. انا ما نحبش ندير هذه كاين بزاف اللي يديروا لي زاموندين يديروها كوم ان غاتو ساك ايه هما يجيو بزاف فوالا تجي ناشفه. انا نو كي تحليها لازم تجيك معسله لداخل كي شغل مقروطه اللوز ولا سي بور سا قلت لكم يجي بنه تاع مقروطه اللوز كي تحليها تجي معسله لداخل وتجي ان بو كي يقولوا كي شغل مشمخه فهمتي ماشي ناشفه كوم ان غاتو سيك ميم لا كونفيتور نزيد لها في اكزاكتومون. الوغ انا نديرها شويه ان بو ليكيد شاف انت قلتي لنا نديرو الزست ونخليكم نتوما تقولوا لي واش راكم تحسوا دوكا قلتي لنا على بالك هكذا داير نقول ما جوستو خلاص قلتها سي بون وبعد قولوا لا صح ولا كي قلتي سيغ صح شوف. الوغ باش نكمل لكم يا اخي عندنا قلنا لو بور عندنا 100 غرام دو بور يعني ما تكونش مقادير 100 غرام دو بور عندنا 3 حبات بيض يعني نقدروا نديروهمش كامل كوم نقدروا نديروهم كامل سا ديبو نشوف لا غروسور تاع لي زو نزيد حبه ونشوف توجور نخلي حبه اون ديرني داكو نقدر نديرها نقدر كوم نخبطها وندير غير شويه منها لي سونسيل زوج ينداروا واش نزيد عندنا زيست دو سيترون لازم لا فاني عندنا لي زامونت toujours 100 grammes hein. Comme gars 100 100 100 ouais, voilà 100 grammes on خلط عندكم une pincée de levure et une cuillère à soupe de farine on dit une cuillère à soupe de farine عندنا اون بانسي دو ليفيغ ما تكثروش فعلا
une pincée de levure. Parce que quand c'est trop bizarre, il est trop gel comme carrément. Là, c'est très bien. Parce que les œufs sont grands. Femme, tu as besoin comme ça. Liquide, tahbat. Voilà. C'est très bien. C'est maintenant que nous avons un عندنا توجور هاكو تشوفوا غير تحت هكذا كثروا شا باسكو الا تكثروا تخرج لكم في لي بوردور ما تجيكمش شابه الحبه فوالا قولي هاد القطره ما فيها والو بصح كي تذوقوهم قولوا لي فريمون تخلي البنه قولي وعلاش داروا هاد القطره ذوقوا علاش درتي هاد القطره الناس بزاف يقولوا هكذا مي تعطي البنه و ميم طون قلت لكم سا اونبيش لا بات تاعي القاع تاع لا بات باش ما يتشمخش نزيد ملعقه شوفوا تجي ليكيد ها شوف نعمروها 3 كار نو عمريها نورمال شوفي خلي غير فيهاش بزاف ليفي ما فيهاش بزاف مي لي زو يطلعوا ينفخوا عندكم لا ديكوراسيون بيان سور لي زامون دي فيلي على سورتي دو فور توجور بريشوفي لو فور ا 180 غير تخرجوها من الفور ناباج اون سوريز من الفوق طيبهم شبيوطا فوالا زيدو لي زامون دي فيلي ونقول لكم جوزو وتخدموا نتوما كاعنا جيسبر تبعتوا كاع المراح يعني ما فيهاش سهله جدا واني معاكم ما تخموش يعني كش ما خصكم راني هنا ديها الفلفل هذا فوالا ما عليكم غير تعاودوا الوصفه كيما درناها مع بعض هيا بون كوراج ميرسي هاكو شاطرين الله يبارك درتو لا بات درتو لا فارس دوك ما عليكم غير ديروا لو مونطاج تاعكم ودخلوهم على الفرن الفرن يكون 180 مده 15 دقيقه يلا الو عجبتك هاد لا فاسون دو تاع الفرنساج تري فاسيل باسكو على بالك كي تحلي لا بات تاعك وتطبعيها وديريها ومن بعد تعاودي تعجنيها لا بات ما تقدرش تعاود كشغل تشد روحها بها ماشي كيما الحبه الاولى كيما الحبه الاخرى تجيك كاين ديفيرونس اوكي فونسي بهذا بات سباك هذا خير فوالا جاتك شويه جريه دير لها شويه لافارينا سون بروبليم هاي تري بيان انت باين خدام انت لا فاصون دو ترافاي باين تري بيان ماشي كي تقشري بطاطا شوفي كي نحو لو اسمو ماشي كي يقشر بطاطا هكذا سي سا دان سيركو ها فوالا باش نحل كنات
فوالا نشوف فيكم بلي طيبتوهم تري بيان، تحمروا بيان كيما هكذا. ليسونسييل ما فيش يعني حاجه دوك خدمه كبيره، عندكم لا جولي ولا لو ناباج، تحكموا الناباج تاعكم ونابي لا لو غاتو من الفوق بهالطريقه، حاجه سهله. وعندكم نحكموا لا سوريز، نقسموها برك على زوج باش مجيناش بزاف كبيره. فوالا اون بتي ديكوراسيون يعني كيما كنت تلاحظوها. اوكي هيا تقدروا تخدموا. يعطيكم الصحة، راني نشوف فيكم يعني ما شاء الله خدمتوهم كيما لازم الحال، وان شاء الله تعاودوها في ديوركم ان شاء الله. داكوغ، واش بقى لي نقول لكم غير نقول لكم نتلاقاو في فرصة ثانية ان شاء الله. يعطيك الصحة ان شاء الله. يعطيك الصحة، شوف ميرسي. دو ريان. قدم لكم هذا البرنامج برعاية إكسترا بالحمادي.